بدأ اليوم في الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء بدمشق الملتقى العلمي الثاني الذي تقيمه إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع لفرق الأولمبياد العلمي السوري في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء. ويهدف الملتقى الذي يعتبر ختاماً لموسم 2018-2019 إلى التحضير المبكر لأعضاء الفرق الوطنية للمشاركات العالمية للعام القادم، إضافة إلى تعريف الطلاب الجدد بهذه التجربة ومراحلها وأهدافها. نحن اليوم مجموعين بتقليد سنوي هو الملتقى العلمي لطلاب الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، خمس اختصاصات هن رياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء والمعلوماتية. مثل العادة هدول الطلاب عندهم كم علمي لازم ياخدوه بعد ما رجعنا من الفرق العالمية وجبنا الحمد لله جوائز كويسة، ولازم نطلعون على المحاور العلمية اللي عم تتغير من يوم ليوم وبكل سنة. كمان في عنا مشاركات مهمة من المعاهد العليا والمراكز البحثية، جامعة دمشق، المعهد العالي للعلوم التطبيقية التكنولوجيا، وهيئة الطاقة الذرية. طلابنا 120 طالب موجودين حاليا معنا بالملتقى، إضافة للطلاب اللي هن منسميهم بالمصطلحات تبعنا تقاعدوا من الأولمبياد لأنه متى ما سجلوا جامعة أصبحوا خارج الأولمبياد. هدول الطلاب الآن موجودين وجايين يقدموا خبرتهم ويدربوا هدول الطلاب، يحكوا لهم خبرة العالمية، يعطوهم نصائح مهمة. هذا تقليد بالنسبة لمدارس أبناء وبنات الشهداء نستقبلوا فريق الأولمبياد سنويا، وإلنا الفخر أنه يطلع من مدارسنا، إحنا نهتم فيهم مثل ما بنهتم بأبنائنا أبناء الشهداء، لأن هدول الطرفين بعتبرهم هن مستقبل الوطن، فبقولهم أهلا وسهلا بقلوبنا وبعيوننا منرعاكم، إن شاء الله تحققوا نجاحات مثل السنة الماضية وأكثر. هلأ شاركت السنة بالأولمبياد الآسيوي وحصلت على الميدالية الفضية، كذلك شاركت بالأولمبياد العالمي في بريطانيا كمان جبت ميدالية فضية. تجربة كتير فادتني اجتماعيا وعلميا، رفعت رصيدي العلمي كتير، هي حطتني حافز اني ارجع مشان اجي انقل الخبره للطلاب البقايا في سوريا. انا جاي على هذا المعسكر لحتى اشرف على الطلاب الجدد وساعدهم خلال المعسكر، والسفره كانت تجربه جديده وتجربه حلوه، والحمد لله حزنا على ميداليتين هالسنه، وان شاء الله السنين الجايه بنحرز على ميداليات احسن. تجربه الاولمبياد تجربه كثير مختلفه، وعن المدرسه وعن الشخص عادي، مثلا شخص عمره 17 سنه 16 سنه، تجربه كثير كبيره بهالحياه وبتعطيه خبره لقدام. دخلت طبعا اولمبياد العلمي باختصاص اللي بحبه وبهواه دائما هو الكيمياء. الاولمبياد صراحه مشاركه كثير حلوه وفريده من نوعها، دائما يعني في شيء جديد، وكل اختبارات يعني بنعملها بتنمي لنا فضولنا، يعني بنشوف معلومه جديده مثلا بندور عنها بنستكشف عنها. عم اتدرب هلا بالملتقى بحيث نرفع قدراتنا العلميه مشان نشارك بالاختبار باول السنه. باول السنه اذا نجحنا اذا الله راد نطلع فريق وطني، وبعدنا بنتاهل لاختبار الانتقاء اللي بيطلعنا للعالمي. اختبار الانتقاء كثير مهم بالنسبه لي وطموح كثير لكل الطلاب.